لا، ما يمكنش اخوتي، ما يمكنش، وما تقولوش ليا ما يمكنش. يا ربي السلامه، يا ربي السلامه، والله يحضر السلامه وديروا حزام السلامه. هادشي اللي سمعت خاطر بزاف. نداء عاجل لعائلة السارعه، ونداء عاجل لعائلة بكريشه. عاتقوا السارعه، انقذوا السارعه، السارعه في خطر. انا يلا عرفت الحقيقه اليوم، هاد السيده راه في خطر وكتعاني ومعاناه خطيره بزاف اخوتي. شي ستاج الوحش هاد الشيء. هاد المرض انا عمرني ما سمعته، والمرض اللي غتعرفوا اليوم في السارعه انا عمرني ما سمعت بهذا المرض. المرض صعيب، الله يشافيك السارعه. سمحي لي انا كنعتذر منك اليوم، هذوك الفيديوهات اللي كنت كندير لك كنعتذر منك السارعه. عرفت المرض ديالك الحقيقي، تواصلت مع شي ناس اللي كيفهموا في هاد الشيء، كيفهموا في هاد الشيء مزيان وقارين على هاد الشيء، وشخصوا ليا الحاله ديال السارعه. السيده مرضها صعيب بزاف، غتعرفوا هاد الشيء وغتعرفوني ما كنهضرش اخوتي من فراغ. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم والناس العزاز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، واللي ما دارتش لايك غتعذب هاد المرض. ديروا لايك وغتسمعوا هاد المرض غتخافوا منه، ديروا لايك، ديروا لي اللايكات، اللايكات وكثروا التعاليق. هاتوا خوتي هادشي راه ما يمكنش، هادشي السيده كتعاني مسكينه في الصمت. انا كنت كنقولها في الاول ولكن ما كنتش عارف الحاله ديالها، الحاله ديالها اكزاكتومون ما كنتش اكد منها. اليوم تاكدت منها وبالطابع وبالكاشي، اليوم اكدت هاد السيده مريضه مسكينه. المرض ديال السريعه راه ما تضحكوش، هادشي راه ما كيضحكش، وليت فايت تبلا، هادشي راه ما كيضحكش. قال لك اخوتي السريعه كتعاني من الكبت المفرط. كنسمعوا مثلا شي واحد كيقول هذاك مكبوت، هذيك مكبوته، هذه، وسمحوا لي لا حياء في الدين، هاد السيده مكبوته الكبت المفرط في هذاك المرض اللي سميتو زغوده. عرفتي ديك الزغوده اللي كتكون في العروب، ديك الطوب اللي كتكون ملونه، هي اللي كاينه في السريعه بانت لي انا هاد المره. سأنا سولت اخوتي ناس، السيده مريضه خاصها تعالج، جريو بالسيده، جريو بها، جري باش نهار غتغتصبك شنيتيكا. لا بقيتي شنيتيكا معاها غتغتصبك شي نهار، سيري جري بالسيده العالجيها. ولا تغتصب فيك عسره ولا شي وحده فيكم تما، السيده والعافيه. النار القاديه، النار القاديه، مش عمري ما شفتي سخونيه بحال ديال السريعه. تصورك يلاه تشد بكريشه، عقلتهم يلاه تشد، دار طلب الخلوه، باقي السيد ما كمل السيمانه، بكريشه قال لها نعرف الخلوه. ما علينا اخوتي، كتشوفوني من عرفت هادشي ولات كنفيبري. زغوده ولات مرض، زغوده، عرفتو بدا زغوده شناهي زغوده؟ نشرح لكم الناس اللي ما عارفين الزغوده، راه كاين ماشي كلشي ولد العروبيه. زغوده اخوتي هي واحد طوبه كتكون في الدوم، وكتكون في الدوم وكتكون في العروبيه، واحد ماشي اي طوبه، هذه ديال الدود، والدود نوعان طوبه، ولكن ماشي اي طوبه، هذه طوبه كلاس. هاد الطوبه كيكون فيها واحد خطوطه كتكون مخططه بالصفار والخضار والحمار ملونه. هاد الطوبه اخوتي صعيبه، هي الله يستر قال لك لي سريعه. السيده قالت لك انا فرحانه غنمشي للحبس ولكن غنعيش مع الزوج ديالي، ساعة خلوني نعيش مع الزوج. قالت لك انا دابا برا، هو لداخل وانا مسجونه وانا برا، ما كرهتش نكون معاه تما ونبقى نتعاشر معاه وخليوني نمشي عنده. شوفوا السيده فين كتفكر، مفكرتش المعاناه ديال بنتها ولا المعاناه ديالها هي ولا المعاناه ديال العائله ديال، لا، كتفكر يا عم العلاقه الجنسيه. عقلها هنا في الكبد، انا كنحسب لي على السعاد اللي هارب لها شويه، ساعه سريعه اكثر، سريعه اكثر. السيده شوفوا عذروها، والمتتبعين ديال السريعه والروباله، والروباله، نداء عاجل للروباله وصحابة المنصه، الا باغا نديرو في هاد السيده شي خير سيروا عالجوها، راه السيده كتعاني. هذيك مره قالت لكم مشى ليا الشارجور، ديك مره صورت في خدها، مره صورت دراعها، راه بقاش نهار، مره قالت لكم انا عندي الغوز. هاد المره الا ما سكتوش غتخرج لكم السريعه عريانه. رحموا هاد السيده الروباله صاحبتها زعما، ديري فيها الخير، ديري فيها السيده خير، شوفي عا باش ديباني. هاو السيده راه صافي، راه زدت الرايه البيضاء معاكم السريعه، قالت كواك كواك عباد الله انا بغيت الخلوه، وكواك بغيت الخلوه من حقها. ايوا خوتي هادشي اللي كاين، انا هادشي اللي بالي في هذا الموضوع. ملي انا كنشوف هاد السيده جامعة ساكا وكتقول لك انا غادا نمشي نختالي بيه، انا باغا نمشي نعيش مع الرفاهيه، هي ياك ما كيحسب لك السريعه غيستقبلوك بالحليب والتمر، يقول لك اياه الزوزه ديال بكريشه، دوزي دوزي بكا، غيعطوك الشومبر في اي بي ويفرشوا لك الناموسيه العامله الا بواحد ليزار بيض ومطروز، ويحطوا لك الورود والشموع
وهذيك الموسيقى اللي طلقتي في الفيديو ديال الاعتذار، هذيك الموسيقى الجنسيه اللي درتي حتى هي غيطلقوا لك لاله تما ويجيبوا لك الصباح الفطور وانت صابحه عروسه مع بوكريشه. صباح الخير السريعه لاله العروسه ديالنا، مرحبا بك هاكي، ويعطوك الفطور تما. عرفتي حنينتي غتمشي لهاك غتشدي معاه هذوك اللي مزبلين اكثر منك، راك عارفه كي كيكونوا هذوك اللي كيكونوا. تبارك الله راه ما نعاودش لك، فين تباني انت تما مجهده ولا كتلقاي تما قاريين اكثر منك 16 الوحش تما غتلقايهم بالجرائم كل واحد وعلاش مشدود تما. قالت لك الخلوه هكا ويك ما شوفي بنتي قريتي بزاف السريعه واثرت لك السخونيه واقيلا مع مع فاس السخونه. كنتي مع ساكنه في الحسيمه شويه مبرده مشيتي لفاس تبدل عليك الجو وسخنوا عليك الهرمونات. شتي الا كانت المراه عندها هرمون سريعه عندها 99 عندها 2999 الف هرمون عند السريعه. بان لي انا خوتي راه باص بكريشه مع حول بكريشه خرج القضيه ديال خلفينه راه ما كذبش. سيرتو هاد السيده جايه من وكر ديال الدعاره موالفه ديك الممارسات ديالها وداك التخربيق ديالها باقا كتجي ديك النغزه هذيك قالك الرقاص ما عمره ما ينسى زاد الكتف. ولا ما درتوش لايك راه غتعاد في المرض ديال السريعه. ديروا لايكات ديروا لايكات. هاد السيده والله الا انا هادشي اللي بان لي خوتي بزاف ما يمكنش. او عياش ما تبين، عياش ما تبين خرجت لها كاري وكواك الروباله اللي بغا يدخلوا هو على شناهي وجدت الوثيقه. قالت لك انا وجدت الوثيقه والوثائق ديال الزواج وداكشي باش تما يقدروا يحتاجوني تثبت لي انني الزوجه ديال بوكريشه ويخليوني معاه. واش من نيتك السريعه اثر عليك مسلسلات بزاف كتفرجي وقلك مسلسلات بزاف. ايوا على هذا الحساب اللي راجل مشدود ب 20 عام 30 عام كل واحد الله يطلق سراحو نو تا تسرق ولا شي حاجه وتشد ويدو عاد تعيش مع الزوج ديالها احسن ليها ملي هاد الحلول كلها كاينه. قريتي بزاف اودي السريعه الثقافه خرجت لك من الودنين. واش نيتيكا ورجلي القصبرجي نعوى وجدي قفافك وجدي القفاف. ها هي غدا عندها التقديم غدا ماش غيديروا مع السريعه وجدي ها السريعه يا شنيتيكا وجدي القفات كانوا عندك بلاتي غادي تصيفطي للسريعه والبكريشه والولد ثلاثه المصاريف غيوليو عندك السريعه. حد دابا العاقه راه قالت كدير البروجي ديالها السريعه غادا تمشي القناه غتوقف الشحط غيولي على شنيتيكا. ولكن كاين دوك اللي ما عندهم ما يدار حقا راه كاينه البنكه كاينه البنكه ديال الروباله الروباله الجمالات ديال الصينيه الباحث. وهذا المشكله ما واقع في مشكل كبير. شوف تخيلوا معايا بنادم واقع في مشكل كبير وكيغوت ولاد شحايبر سيري واش حنا واش الروباله واش حنا في ولاد شحايبر ولا ولاد زنايبر ولاد شحايبر مجرمين المنشق وفكي على السريعه ديالك منها. شوفي ما كاينش اللي خارج على السريعه قدك الروباله انت وديك المنصه ديالك عا كطلعوا كل 12 الليل الفوق مع تقول ضربهم باشا حموله ميمون كيشعلوا لايفات من 12 الليل الفوق كيشدوا قصاره سريعه نبقاو عرفتو كتزن تنفخوا لها في الريش تنفخوا لها في الريش. هذه هي ديال غراره نعويشه ها هي تزوجات هي الروباله عا كتزن لها في المجامر وكتدخل في الادسنس الباحثه تم ديال الصينيه العام النيجيريا كديري في الصوالي الصينيه البكريشه الصينيه السريعه الصينيه شنيتيكا غنسميوك سعايه اليوتيوب هي انت كتسعي الناس. هذه الطلاب يطلبوا مرات تصدق انت كتسعي في الادسنس وتسعي الناس سيري تكمشي يا المروبله سيري غرقتيها غرقتي عادي غرقنا الصايمك غرقنا الصايمك غرقتي السريعه ديالك. السيده كتعاني اخوتي معاناه كثيره انا قلت لك الروباله ديري واحد الاجر كبير ما تفكيها من سجن ما حتى حاجه. شوفي لها غير شي شارجور يكون دوريجين وغتطلع لك المورا. شوف ملي كان معاها بوكريشه كان السيد تخرج ناشطه وفرحانه حيت كاين شارجور واخا ماشي شي شارجور دوريجين ولكن المهم عدي وسلك معديه به السريعه. دابا تزيرت تزيرت مشكله ما تقدرش تخرج راك عارف لان السيده عندها قناه معروفه حاضيه حاضيه جنابه وقالت لك كيتصلوا بيا الرجال في الليل كيتصلوا بيا المتتبعين كيبغيو يقلقلوني واش كنت دافك الحريره نهار عيد الكبير واش كنت تسوق لك العصيده شكون تسوق لك عرفتي شكون دافك عيتي ما تعري عيتي ما تصوري بيت نعاس عيتي شكون فيق لك من القلبه. شوفي لي انك سعاد هكا هي سعاد هي باقا مراتو عمر سعاد دار طلب الخلوه بالله عليكم هكا تقولوا سعاد حمقه وهبيله ومسطيه واش عمر سعاد دار طلب الخلوه ابدا عمر. نسمعنا سعاد قالت هاد الالفاظ سريعه
والسريعه كتسول ناس، ناس كتسولهم والله القسم الا انا كنعرف ناس سولتهم السريعه في البدايه في هذا الشيء. الا كتسولهم كيفاش ندير باش ندير الخلوه مع بوكريشه، وعاودوا لي هاد الناس كتعرفهم السريعه سولتهم قالت لهم كيفاش ندير يلاه تشد بوكريشه ما كمل السيمانه، قالت لهم كيفاش ندير باش ندير طلب الخلوه، بغيت خلوه خلوه واكبك يا عباد الله بغيت الخلوه الله يخلي لك العظام. ملي كنت مع بوكريشه قال لي واش انا عارف الخلوه دابا الله يخلي لك الجناب واش من نيتك ها؟ او قالت لك قفية عزم انه باغا تمشي للغير فرقوني على بني كتبغي زعما تاثر في سعاد انا بنيتي وبنوته زعما سعاد ما مسوقاش لبناتها وهي راه كتموت على ذنوبها وهي الام الحنونه وهي وانا بنيتي انا ماشي مشكل انا غا بنيتي وهاديك شي ذنوبه ذنوبه هي اللغز هي اللغز وعقلوا على كلامي اللي غادي يفك القضيه ديال جينا المحارم ان شاء الله وغادي تثبت القضيه ديال اودي وهادي غيفكوا بزاف ديال الحوايج. شي نهار اللي بكات سعاد وقالت لكم ما استسلمت غتبان الحقيقه ان شاء الله ربي غادي ينصر سعاد وغتبان الحقيقه في القريب وغادي نجيو دوك الكلبات دوك العاقسات اللي ما عندهم ما يدير افين غديروا وجهكم ها الوجيه ديالي واخا اليوم راه محسنوا من اللحيه كما شفتوني كما باقي ها وجهي ها ما تبدلناش عليكم نفس الكماله نفس العينين نفس النيف نفس كل شيء غتشوفونا ديما بحالكم ما تبدلوش حيت علاش كنقولوا الحقيقه ما كنكذبوش ما كنزوقوش الكلام ما كنرقعوش ما كنصيقوش مورا سعاد الاغلاط ديالها لا كنصحوها وكننبهوها في الفيديوهات كنقولها ها سعاد شو واحد القضيه سعاد كل ما كانوش معاه القنوات المنتقده كون كلاوها كون قدات عليها السريعه كون طحت حتى كون دقدقتها هي والقنوات اللي معاه ويدقدقوها الدقديق سعاد وكل ما سعاد تصاب القنوات اللي كيوقدوها وكنعاتبوها في الخاص كون سعاد دارت شي خرجات اللي خرجوا عليها كون سعاد دارت اكثر من السريعه بشي الفاظ ماشي على هادشي ديال الجنس وهادشي لا تقدر سعاد كيخون هاد التعبير وتقول شي كلام اللي ما يكونش في الصالح ديالها. سعاد لقات الناس اللي باغي لها الخير نقدروا نوبخوها في الخاص ونهضر معاها في الخاص ولكن في اليوتيوب لا لا سوسو لا لا جوهره مغربي والحمد لله سعاد تبدلات 190 درجه. شوفوا سعاد خرجت ديال شحال هادي بالبكا وكانت كتعطي ماشي خدمه باقا سعاد كما كانت لا تبدلت غادا في المساطر ديالها القانونيه صميت لميت صميت لميت صميت لميت ما شافها حد كتقضي غرضها. وتحيه للاستاذ الروقاني ان شاء الله اللي غاجيب الحق ديال سعاد. وما تنساوش هاد قضيه الاوديو ربي دارها سبب اللي غيتكشفوا بها بزاف ديال المعطيات. وكنت فرحان كتقولوا بوكريشه غاوا غينقصوا لي في الاستئناف ها بوكريشه الله سبحانه وتعالى ديما كينصر الحق. هاد الاوديو ضد بوكريشه في الاستئناف لان بوكريشه مشدود على الضرب في القضاء وهاد الاوديو فيه اهانه للقضاء على ود من على ود بوكريشه اللي ضارب في القضاء ومشدود تما. يلا بوكريشه كون يقول لي ما شداكم دافعوا عليا غرقتوني عرفتي بوكريشه ملي غيسمع ان الاوديو بسبابه تعتا اش جابكم ليا عطيوني التيسع دابا غيكره السريعه واحد الكره شديد يقول لك انا كنت مع السوسو مبرع واكل شارب نعجن عام سيمنات نطيب لها في الدار وسعاد خدامه عليا كالراجل وتجيب لي ما ناكل تجيب لي الدجاج الحلوى من العريس عاد تزوجت بهاد قدام النحس وانا الله والله تزوجت بهاد المسخوطه ديال السريعه انا وليت في الحباسات طلع منا نزل من لي انا داخل الحبس السريعه كتغرق فيا من برا دير خطيه هادي ماشي زواج اللي كيقول لك قدام الربح هذا قدام النحس ماشي قدام الربح. ابو كريشه كان يقول لها نخرج نلقى واحد المبلغ والله القاسم الا قال ابو كريشه قال لها نخرج نلقى الفلوس مجموعه غتلقى الباكور الهندي دابا ابو كريشه اش هادشي هذاك اللي كيجمع اللي عنده شي لابادوره مخسره اللي عنده شي تلفازه مخسره كيجمعوا سمحوا لي ان الفيديو راه ما نقطعوش نخليه بحال هكا. قلت لكم بوكيشا كان قال لي غنخرج نلقى الفلوس مجموعا دابا هي غتمشي تونس تما شكون اللي غيجمع لي الفلوس شنيتي كوضع لا جمعت الريال اش نيتي كتخرج عاوتاني حد الدم عليا ما عصابه وما كلشي عصابه كلشي ولات شحايبر السريعه دابا بعاد حنا كلنا البعد على هادشي المنشقون غيخرجوا يقول لك العصابه. المهم اخوتي هذا هو لا فيديو كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج الله يشافيك اختي السريعه الله يشافيك اخيتي السريعه الله يشافيك لينا من هذا المرض راه عمرنا سمعنا هذا المرض عقلوا عليه المرض ميزو المرض زنكلوني المرض زنكلوني زغوده.
هذيك سودا الفراي الملونه راك عارفوا الناس ديال العروبيه اللي ما عرفتوش انا شرحتها لكم، نقدر نجيبها لكم في مينياتير لو بقيت نحطها في مينياتير. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله. سمحوا لي الا خرجت كلام ما اشتهيه، كنبغي نضحك معكم ونفوج عليكم واحد شويه، عارف ان هادشي ما كيضحكش، ولكن راه كثرت المشاكل اخوتي. هذا لا سليم طبنا بالمشاكل، والمتتبعين ديالي جام اكتئاب والله. الا واحد المتتبعه سوسو دابا راك بدلات سميه فاتي، دات وقيلا فاتي فلور، اخت وقيلا الاخت من تونس تونسيه، تحيه لمتتبعه قديمه. يومين غبرت يومين سولت فيها قالت لي خويا جاني اكتئاب. الناس مرضوا بهذا الموضوع، مرضوا صافي جاني اكتئاب. انا براسي كنت ندخل في واحد الديبرسيون، صافي شويه هارب ليا انا نقصت هذا الاكتئاب. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، ما تنساونيش في اللايكات ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، باي باي عليكم ونهاركم مبروك.